طبعا هذا المجلس يعقد لأول مرة في هذه السنة، وهو يمتاز أنه أول مجلس مفتوح لكافة الطلبة الإماراتيين. الهدف المجلس هذا حقيقة أن نزيد الوعي عند الطلبة بالنسبة لسوق العمل ومتطلبات سوق العمل. اليوم أمامهم تحدي كبير، سوق العمل في تغير دائما ودائما يتطلب مهارات جديدة. فالرسالة الرئيسية هي مثل ما قال صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن التعليم وحده لا يكفي ويجب الاستثمار في تطوير مهارات النفس. وأيضا تكلمنا حتى على موضوع ريادة الأعمال، أن الشخص ممكن أن يتحول من باحث عن عمل إلى صانع العمل، يملك شركته الخاصة ويوفر العمل. طبعا المعرض هذا أيضا فيه شركات كثيرة، شركات وطنية رائدة وشركات أجنبية تستعرض آخر متطلبات سوق العمل عندهم وآخر الوظائف اللي عندهم، وأيضا تصورهم للمستقبل. هناك أيضا نخبة من الخبراء العالميين في استشراف المستقبل، أيضا يعرضون تجربتهم وتوقعاتهم للمستقبل. فهي فرصة حقيقة للطلبة أنهم يحتكون بالمسؤولين وأيضا يشوفون الشركات الموجودة ويتطلعون على هذا السوق اللي هم إن شاء الله بيكونوا مقبلين عليه خلال السنوات القادمة. نعم طبعا توجيهات سيد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي. الإمارات اليوم القطاع الحكومي يدار كأنه قطاع خاص، توقعات منه كبيرة. الإمارات دائما سباقة، نحن نتكلم عن رحلة إلى المريخ، نتكلم عن طاقة نووية، عن طاقة متجددة. فحقيقة الرسالة كانت جدا مهمة من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن اليوم القطاع الحكومي ينافس القطاع الخاص. اللي يبحث عن وظيفة سهلة لن يجدها في القطاع الحكومي، وهي أيضا فرصة للطلبة أنهم يستكشفون القطاع الخاص، لأن كل قطاع له منافع معينة. فهذه كانت رسالة مهمة والطلبة أخذوها بجدية، كثير متواصل معي يسألون عن خبرتي أنا أين اشتغلت إلى ما ذلك. فمثل ما قلت، الفرصة من هذا المعرض هو رفع الوعي عند الطلبة وتنبيههم إلى توقعات الدولة منهم وأهمية استثمارهم في تطوير نفسهم.